الأموال نشاهد معا. أنا ذكرت وما زلت أعتقد أن هناك مشكلة في القانون الذي أنشأ هذه اللجنة، وهو أنه القانون محتاج لإعادة نظر لأنه فيه مخالفات مع الوثيقة الدستورية. وأنا بفتكر أنه المسألة هي أنه نحتاج لعمل هذه اللجنة، وبالتالي نحتاج لوضعها في الإطار الدستوري والقانوني حتى تأتي أكل أكثر كثير مما نشاهد الآن. المسألة هو أنه نريد لهذه اللجنة، يعني محتمل إعادة تشكيل المسألة بتاع إيجاد مدعي عام خاص بجرائم النظام السابق، ممكن يكون مدخل إصلاح قانوني متعلق باختصاصات هذه اللجنة، بالإضافة لوجود الآن صدر طبعا القانون بتاع مفوضية الفساد، فممكن الأعمال دي تتقسم، وممكن يدعم المدعي العام بلجنة تقصي حقائق كبيرة على غرار اللجنة الحالية اللي هي عندها فروع مختلفة وتتخصص في تقصي الحقائق وتقديمها للمدعي العام. أنا أذكر نحن نحتاج لعملها، نحن نحتاج لمراجعة قانونية لما تم في 30 سنة، نحن نحتاج لمحاكمات تطال الذين ارتكبوا جرائم فساد وجرائم انتهاكات لحقوق الإنسان وغير ذلك. هذا باختصار هو عمل اللجنة، لكن عمل اللجنة لم تمكن، يعني أنا أفتكر ده عمل مدعي عام وليس عمل لجنة. واللجنة حتى وأنها تؤدي واجبها ممكن تبقى لجنة تقصي حقائق وتقدم المعلومات للمدعي العام، حتى وأن المدعي العام المختص يقوم بإجراءات تقديم الدعاوى للقضاء. مصادرة الأموال هو اختصاص قضائي لا جدال في ذلك، لا يجوز لأي جهة غير قضائية أن تصادر أموال. نعم، لقد ذكرت ذلك، وهو رأيي أنه لا يجوز للجنة إزالة التمكين. هم بيقولوا نسترد، هي الاسترداد ده ما قرار بالمصادر، هو أصلا المال عند الشخص الذي تم أخذه منه. الأخذ المال من الشخص يجب أن يتم بقوة القانون من خلال القضاء، والمعلومات التي جمعتها اللجنة لا تذهب هباء منثورا، تمشي للمحكمة، تمشي المحكمة، وممكن اللجنة يكون عندها سلطات حجز، لكن كل هذا يستحسن أن يعاد صياغته في شكل مدعي عام متخصص. القرارات السابقة حتى الآن لم يتم إخضاع للاستئناف، لأنه حتى هذه اللحظة ما تمت لجنة الاستئناف حسب القانون، لم يتم تشكيلها، وبالتالي هذه القرارات كلها خاضعة لاستئناف للجنة، وبعد الاستئناف للجنة خاضعة أيضا لطعن في المحكمة الدستورية، القضاء أمام القضاء فقط، أمام المحكمة المختصة بالطعون القضائية في هذه اللجنة. يعني هي أصلا هذه القرارات معلقة، هي اتنفذت، لكن تنفيذ ذاته فيه كثير. المسألة هو أنه نحن يجب أن نضع في الطابع القضائي العدلي المعروف في العالم والمقبول للعالم كله. نعم، إذن هكذا يقول نبيل أديب أن هذه اللجنة لديها إشكاليات قانونية، تمارس أعمال قضائية لا ينبغي فقط إلا القضاء أن يقوم بها. معنا عبر الهاتف المحامي والمستشار القانوني دكتور أمل الكردفاني. مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. دكتور أمل، يعني نبيل أديب خرج الآن بعد سنتين، قرابة السنتين من
القيام بهذه الأعمال، أعمال المصادرات ووضع اليد والتعديل في السلطة القضائية، ليقول بأن قرار إقالة رئيسة القضاء غير دستوري، أن هناك تقصير وفشل في استكمال هياكل العدالة، مسار العدالة كله تعبان، المصادرات التي تقوم بها لجنة إزالة التمكين فيها إشكاليات قانونية، لازم أن تكون هناك سلطات استئناف، كلام كثير ربما كان يقال طيلة السنة الفاتت، وكان يرمى كل من يقوله بأنه من أزلام النظام السابق. أنتم كمحامون كيف تنظرون لمثل هذه التصريحات التي يدلي بها السيد نبيل أديب؟ نعم، أولا أحب أن أود أن أقول بأن السيد نبيل أديب لم يقل هذا مؤخرا أو في هذا اللقاء، لا، السيد نبيل أديب قال هذا الكلام في لجنة التفتيش بالفعل منذ بداية أعماله، وتعرض لهجوم حتى في دينه، يعني تعرض لهجوم كاسح باعتباره يعني متواطئ مع الفنون هو نفسه. وأنا كنت من المتابعين للمقالات التي كتبها عن موضوع لجنة التفتيش، وكتب أيضا آخرون كثير من المحامين. فموقف نبيل أديب لم يتغير، لم بالنسبة لي، أنا أعرف ما قاله سابقا وأعرف ما حدث ما قاله الآن، لكن طبعا ما قاله هو طبعا معروف لكل رجل قانون درس يعني القانون رقم 4 سنوات، يعني لا يحتاج حتى لأنك تدرس ماجستير أو دكتوراه وكذا، معروف لأنها مبادئ قانونية واضحة. فمثلا المادة 61 حتى داخل الوثيقة الدستورية، سنجد أن المادة 61 من الوثيقة الدستورية تمنع المصادرة إلا بموجب حكم قضائي. الناس متساوون أمام القانون ولا يجوز التمييز على أساس الرأي السياسي، ومع ذلك لجنة التفتيش ترفض أشخاص وتقيلهم من أعمالهم لأنهم مثلا حركة إسلامية. المادة 52 برضو المتهم بريء حتى تثبت ذاته، بالتالي هناك مبدأ البراءة، ومع ذلك يطلب من الشخص الذي يصادر أو يقال من العمل أن يأتي بشخصه تقديم الضغوط. فهذه كلها انتهاكات لمبادئ دستورية موجودة حتى داخل الوثيقة الدستورية في وثيقة الحقوق، يعني أي شخص. دكتور أمل، لو أذنت لي، نعم، لو أذنت لي، هذا الموقف القانوني، لكن نتحدث الآن عن رجل يمثل الوجه القانوني للحاضنة السياسية للحكومة التي تقوم بكل هذه الأفعال، هل يقبل منهم فقط التصريح؟ والله طبعا لا يقبل. وأنا يعني لو استمعت إلى حديثي وجدت منه كان فيه، يعني أنا لا أريد طبعا أوصف ليست جميل، لكن فيه شيء من الجبن، يعني انه يتحدث عن حتى انه المذيعه قدمت معه البرنامج سالته اسئله قويه جدا، لماذا لم تفعل، لماذا لم تفعل، لمصلحه من لم تمشي على المحكمه الدستوريه وكذا، فهو قال بانني لا ادافع عن الخطا، بمعنى انه لا يريد ان يدافع عن اساسا، هو ليس ملزم بالدفاع عن الاخطاء، هو يتحدث عن رايه ليس فقط القانوني، بل حتى لان القانون ليس منفصلا عن الواقع السياسي، والمحكمة الدستورية أساساً وحتى محاكمة البشير على الانقلاب هي محاكمة لا بد أن يدخل فيها جانب سياسي، فأنت كقانوني لا ليس ملزماً فقط بالحديث عن ويجب أن تتحدث بشكل حقيقي، يعني أن تقول بأن المحكمة الدستورية لم تنشأ حتى الآن، ولجنة الاستئناف لم تنشأ حتى الآن، حتى تظل لجنة التفتيش هذه لجنة قمعية تمارس أدوار مخالفة للقانون، مخالفة للدستور. شكرا. كنوع من الديكتاتوري. نعم. دكتور أمل الكردفاني المحامي المستشار القانوني، شكرا لك على هذه المداخلة. أعود لك أستاذ صادق، يعني هذا الحديث الذي يدلي به السيد نبيل أديب عن مسار العدالة وأنه هناك في إخفاقات وكل كلام، وبالأمس القريب إحنا عندنا الحادث الذي شاهده كله بإخراج أسرة الأستاذ علي عثمان من منزلهم ومصادرته، ونبيل أديب الليلة بيتكلم يقول لك ما من حقها المصادرة، ما من حقها تستلم أموال، فرض الحكاية تتم إجراءات قضائية. ما يعني انا لازلت عين موقفي، يعني انه يعني محاوله امتصاص قضب الناس بهذه الكيفيه غير مفيد. صحيح نبيل أديب انتقد هذه اللجنه من قبل، وانا من البدايه قلت افرق بين نبيل القانوني ونبيل السياسي. لا يستطيع نبيل ان يخالف ضميره المهني ابدا في هذا المجال، وزي ما ذكر الأخ الأستاذ أمل الآن قبل شوي، إنه أي زول بيعرف مبادئ وأسس القانون حيكون يهودا نفس الموقف المجرد. لكن نبيل السياسي هو شريك في هذه الأمور، يعني أنا أتهم الأستاذ نبيل إنه شريك في كل هذه الجرائم التي تحدث. ليه؟ لأنه هو
مسؤول عن اللجنة القانونية في الحرية والتغيير التي ارتكبت كل هذه الجرائم في حق الشعب السوداني، هي التي أجازت التعيينات، هي التي أجازت القانون، هي التي أجازت عمل هذه اللجنة، وما صدع يعني بهذه الكلمة بشكل قوي، مجرد انتقادات قانونية في العلن يعني اللي دغدغت مشاعر الناس، ومحاولة إصهار إنه في أصوات عاقلة متعقلة داخل حرية وتغيير يعني ضد الاعتصاف القانون بهذه الكيفية. إذا كان نبيل صادق في هذا الكلام يعلن موقف قوي، موقف صارخ يستغل من كل مناصبه أو مواقعه التي هو فيها ويدعو للإصلاح، الإصلاح الحقيقي يعني، لكن غير مقبول من أستاذ نبيل إنه يعطينا كلام ويستمر في مناصبه ومواقعه للاستهلاك المحلي وهو صاحب القرار الفعلي في اللجنة. أما إذا هو ما عنده قرار، ما في زول بيستمع ليهم، هم مجرد ديكور موجود كاللجنة القانونية في حرية وتغيير، ما عندهم رأي، ما في زول بياخذ برأيهم، فدي قضية مختلفة. هو بيقول كده، بيقول أنا بتكلم لكن ما في زول بيشتغل بي. ما في زول بيشتغل بيك، تجيف تستقيل تستغيل من هذه اللجنة، لكن لا يصح التلاعب بالناس بهذه الكيفية. وأنا بقول إنه الشاهد في هذه الأمور إنه في السودان الآن، السودان الآن وصل مرحلة خطرة جدا، يعني إنك أنت هذا القبض وهذا الظلم ما حيستمر للأبد وحيخلف آثار مختلفة. يعني القضية بتاعت مصادرة وطرد أسرة الأستاذ علي عثمان محمد طه بهذه الكيفية، غير أنها مخالفة للقيام، للأعراف، للتقاليد السودانية، لكل حاجة، إنها حترسي أدب جديد، لأنه الشخص الذي سيأتي بعدك في السلطة يمكن أن يفعل فيك نفس الذي تريد. اثنين، بتفتح المجال بعد ذلك كل مواطن إنه يأخذ حقه بيده. هذا القرار معمول من لجنة كلها لصوص، كلها مبتزين، كلها حرامية، والحاجات الصادروها من الناس وكانت مزارع أو مصانع أو مؤسسات كلها تم تسخيرها لصالحهم الخاص. أنا بعرف مزارع منتجة للدواجن، منتجة للبيض، منتجة للألبان، كلها الآن مستخدمة من الحرية، تمشي لجيوب صلاح مناع ووجدي أنت بتستند في كلامك هذا لكلام نبيل أديب ذاته، نعم، أنه هي أصلاً، نعم، ما مخولة بالحصول، نعم، على هذه الأموال. اللجنة ذاتها بالشكل هذا، رئيس اللجنة اللي استغال منها وهو عضو المجلس السيادي تبرأ من هذه اللجنة وذهب. فكيف طرد الجهات العدلية في البلد أو الجهات السيادية في البلد أو الحكومة نفسها بهذا؟ يعني أنت تدفع الناس دفعاً لأخذ حقوقهم بيدهم، وتدفع الناس دفعاً للانتقام المضاد. فأنا أعتقد أنه كل صاحب حق الآن لن يصمت حقه عند لصوص، عند حرامية، عند لجنة ما عندها قيم، ما عندها أخلاق، ولجنة معروفة هنا بتمارس الابتزاز، وهي سرقت ممتلكات الآخرين ووضعت يدها عليها وبدأت تستخدمها للمنفعة الشخصية. نعم. يعني أنا